الو الدكتورة فوزية حسين من فضلك. افندم؟ مش في المكتب. ايوه انا صيام. اهلا بيك. يا ترى هي هتبات الليلة في المستشفى كمان؟ طب لو سمحت بلغها ان انا سألت عليها. حاضر هبلغها على طول. مع السلامة. الحمد لله اديك اهو بقيت زي البومب. مش هتبطل دلع بقى؟ تعبتك معايا. بالعكس انا اللي تعبتك معايا. ها ازيك يا عم حسنين؟ الحمد لله. انت يظهر عاوز الدكتوره تقعد جنبك على طول. بتدلع؟ طبعا يا عم، ما هي بايته جنبك من امبارح. الحمد لله اهو بقى كويس دلوقتي. ايه ده؟ المدفع. ياه اوام كده. انا هروح افطر واجيلك على طول. نامات. نعم. هاتي اكلك وافطري هنا. حاضر يا دكتور. يلا بينا يا عادل. مالكش هو بيتكلم منين؟ لا قال لي اقول لك بس انه طلبك. هات هنا فرغانة. ايه حكاية الشاي دي بقى؟ ماليش نفس افطر، كفاية كوباية الشاي. طب كلي اي حاجة. انت ايه حكايتك؟ اسكت يا عادل، انا كنت هتجنن. بس دي حاجة عادية. انا اول مرة اغلط في شغل. عم حسنين كده هيروح فيها. يا فوزية ما تقولش حاجة، الغلطة غلطتي. انا السبب لان مخي ما كانش معايا. طب هو فين؟ هو ايه؟ مخ. مش هتفطر؟ انا مش مستعجل قوي، بس عايز اعرف الاول انت ايه حكايتك اليومين دول؟ مفيش حاجة. لا في تصرفاتك وكلامك، حتى اسلوبك في التعامل مع الناس. يمكن تعبانة شوية. انت متضايقة من الكلام اللي قاله الدكتور جاد؟ ابدا، ما دام عارفة اني صح مش ممكن اتضايق. الدكتور جاد عصبي صحيح، انما قال بابي. انت قدمت التقرير بتاعك؟ ها؟ يعني لسه ما قدمتوش؟ يعني كل يوم بطلع بحاجه للدكتور جاد. طب ليه يا عادل، ما انت وهدى كنتوا. لا يا فوزيه لا. هو ايه اللي لا؟ ما تغيريش الموضوع. فوزيه احنا زملاء من زمان، وانت بصراحه اليومين دول حالتك مش طبيعيه. انت متخانقه مع صيام؟ امال ايه الحكايه بقى؟ عايز تعرف؟ يا ريت. انا قررت اني ما غلطش الغلطه اللي غلطتها مع عم حسنين. قررت ان زي ما دي كانت اول مره هتكون اخر مره ان شاء الله. الحمد لله، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. الله، عبد الحميد انت ما اكلتش حاجه؟ لا اكلت الحمد لله. بتاكل يا عبدو؟ انت طول النهار واقف على رجليك. كل زبيده. نعم يا ماما. مش ناوية تاكلي يا بنتي؟ الحمد لله. يا بنتي ده انتي ما سحرتيش، مش ناوية تفطري كمان؟ ما
من عبطها. كل يا بيت. الحمد لله يا الله. ايوه افضلي كلي في نفسك وهو هناك ولا على باله. حرام عليك يا شهيرة. حرام عليا ليه؟ طب ما راحش الصيام على الفطار زي ما اتفق معاه ليه؟ المسلسل ده باين عليه زي بتاع السنة اللي فاتت. لا بس الحلقة دي حلوة فيها إثارة. بقول لك ايه يا عبدو؟ لا لو فتحوا موضوع سليم تقعد انت ساكت ما تتكلمش خالص. الله طب والمحامي اللي اتفقت معاه؟ بابا اعصابه تعبان قوي النهارده. الله طب هقول ايه للراجل؟ ده طالب مني المستندات وبيقول ضمن القضية 100%. لا يا جماعة حد منكم سأل على الدكتورة فوزية؟ سألت عليها زبيدة؟ ولا احنا نغلط في الناس اللي بيخدمونا وما نقولهمش حتى حقكم علينا ولا ايه؟ ونقول لها حقك علينا ليه يا بابا؟ عشان غلطتي معاها. لا انا ما غلطتش، زميلتها اللي معاها في الشغل قالت لي بعظمة لسانها ان فوزية عارفة كل حاجة. فوزية قالت لجوزها على كل حاجة. بس كان واجب برضو انها تحرز زبيدة. لا ايه؟ بقول لك لا يا ابله شهيره، لان الدكتوره فوزيه لو كانت قالت لي كنت هتصرف بجنون. هي عملت معايا اللي انت ما عملتيهوش. اه لا ما انا عارفه ان دي اخرتها. بابا انا عاوزه اتكلم الدكتوره فوزيه بس مش قادره. ومش قادره ليه؟ البنت اعصابها تعبانه. سيبيها يا دولت. هي على كده على طول يا شهيره يا بنتي، تبقى قاعدة في أمانة الله لا بيها ولا عليها، تبص تلاقيها جرالها اللي جرالها ده من غير مناسبة كده زي ما انت شايف كده يا حاج، وتاخد لها بقى ساعة ولا اتنين لحد ما تنفطر يا حبة عين. طيب ما نجيب لها دكتور، أنا أعرف دكتور صاحبي إنما شاطر قوي. فوزية مساء الخير. أنا سألت عليكي في التليفون، الدكتور عادل قال لك؟ ايوه قال. فطرتي؟ خدت كوبايه شاي. لا انا عامل لك فطار حالا. لا لا ماليش نفس. سليم ما جالكش؟ ولا جه ولا حد سمع عنه حاجه. طب ما تسال عليه انت. انا سالت عليه في كل مكان مش لاقيه. سالت عند بابا؟ واخوه واخته اللي في اسكندريه كلمتها في التليفون، اتخضت وكانت جايه لولا ان انا طمنتها. روح للبنك. ما انا كلمت المدير بتاعه، اصله كان زميلي في الكليه. وقال لك ايه؟ قال اخبار مش كويسه. ايه اللي حصل؟ اوعى تقول لي انه اتجوز. انا هغسل ايديا بس احسن من لبك. ايه اللي حصل؟ قلقتني. الراجل بيقول ان سليم في الايام الاخيره كان مضطرب جدا وملخبط خالص، لدرجه انه غلط غلطه كانت هتوديه في داهيه لولا ستر ربنا. عمل ايه؟ مضى بالصرفه غلط على شيك ب 50,000 جنيه. وبعدين؟ وبعدين الحكايه كانت هتبقى سين وجيم لولا المدير قدر موقفه وخلاه ياخد اجازه يومين. انا كنت عارفه ان ده هيحصل، كنت متأكدة إن حاجة زي دي لازم تحصل. وإيه أخبار زبيدة؟ ماما قالت لي الصبح إنها تعبانة أوي. ما بتبطلش عياطة يا فوزية. إيه ده؟ إيه يا سيادة؟ أنت هتباتي الليلة دي في المستشفى كمان؟ هقعد في المستشفى كام يوم لحد ما. أنت مش ملاحظة إنك بتباتي اليومين دول كتير في المستشفى أوي؟ إزاي بقى مش ملاحظة؟ يعني أنت اللي عاوزة كده؟ أيوه. الظروف اللي انا فيها دي مالها ظروفك؟ انت مش عارفه ايه اللي بيحصل في الشركه الفوزيه؟ ده مش جديد عليك. تفتكر ده وقت مناسب للي بتعمليه ده؟ صيام احنا لازم نحط نقط فوق الحروف بقى. نقط ايه وحروف ايه؟ يمكن يكون الوقت مش مناسب، يمكن اكون غلطانه، يمكن تكون محتاج مني انا في الظروف اللي انت فيها، سواء بالنسبه للشركه بالنسبه لزبيده لحاجه تانية. لكن انا شايفه اني ما بقتش قادرة. بقيتش قادرة؟ ما بقيتش قادرة يعني ايه؟ صيام، أنا دكتورة، طبيبة يعني، شغلتي مش شغلة عادية. أنت ممكن تغلط في شغلك وغلطك يكلف الشركة فلوس وده مقدور عليه، لكن غلطتي أنا ممكن تكلف إنسان حياته. إيه اللي حصل فوزية؟ ساعات الواحد في شغله ما بياخدش باله من حاجات كتير، يعني بيشتغل بحكم العادة أو التعود، وده أمر طبيعي في كل شغلة في الدنيا. أنا أعرف زملاء ليا بيتعاملوا مع المرضى على إنهم مجرد حالات، من كتر اللي شافوهم ومن كتر معاشرتهم للمرضى أصبحت المسائل بالنسبة لهم مجرد عمل بيأدوه. لكن أنا لأ، أنا لأ يا صيام، أنا بحب شغلي وبحب العيان بتاعي يكون مبتسم وسليم.
أنا قررت أدخل كلية الطب وأنا لسه في أولى ثانوي. قررت أبقى دكتورة لما قريت قصة حياة الدكتورة سميرة موسى عالمة الذرة المصرية اللي ماتت في أمريكا. طب ده ماله مال ال... يمكن تفتكر إن ده ملوش علاقة بالموضوع، لكن أنا لازم أحكي لك الحكاية عشان تعرف يعني إيه أنا بحب شغلي، وعشان تعرف إيه اللي حصل معايا في المستشفى. دكتورة سميرة فلاحة بسيطة دخلت المدارس والجامعة، تعلمت ونبغت وبقت أول معيدة في الجامعة المصرية تتخصص في الذرة. سافرت إنجلترا وخدت الدكتوراه بتاعتها ورجعت عملت وحدة لعلاج السرطان بالإشعاع الذري في القصر العيني. كانت بتمرض المرضى بتوعها بنفسها. أساتذة العلوم صاروا عليها وقالوا إنها بتقلل من قيمتهم تشتغل تمرجية، لكن هي مهمهاش، عملت كل السخرية اللي نزلت على دماغها ومحدش عارف السبب في ده كله. وكان السبب إن والدتها ماتت بالسرطان. فوزية كنت صغيرة وقتها، صغيرة قوي، لكن ماما كانت عيانة بتتألم ليل نهار، بتتألم 12 سنة وهي بتتألم. ساعتها قررت إني أعمل زي سميرة موسى وأدخل كلية الطب عشان أقدر أعالج ماما وأشفيها من الألام اللي بتعاني منها. من ساعة ما دخلت الكلية وهي كل ما تشوفني تبتسم ورغم ألمها الفظيع، وتطلب مني ان اتخرج بسرعة عشان اعالجها. كانت بتقولي ان الالم هيخف اول ما احط ايدي عليه. وماتت. ماتت قبل ما اتخرج. ماتت وهي بتتألم. ماتت قبل ما اقدر اعمل لها اي حاجة. ولا اريحها. لكن انا دلوقتي اقدر اريح ناس كتير. فوزية انت تعبانة. قوي. طب استريحي. ازاي؟ ازاي وانا غلطت وانا بعالج عم حسنين؟ عم حسنين؟ من ساعة ما جه المستشفى وانا متعودة اكتب له قرص واحد ضد التجلط في اليوم. امبارح كتبت له 3 اقراص وجاله نزيف وكان هيروح فيها لولا ستر ربنا. العلم اللي احنا اتعلمناه، الكتب اللي قريناها، واخر بحوث في المرض بتاعه بتقول ان الراجل ده كان لازم يموت من 6 شهور. الاعمار بيد الله يا فوزية. عم حسنين كان دايما يقول لي إن لولا ربنا حطني في طريقه عشان أعالجه كان زمانه مات من زمان. فوزية أنتِ. أنا مش عايزة أغلط في شغلي. أنا شغلتي دي إني أساعد الناس، مش إني أموتهم بغلطة. فوزية أنا تعبانة. طب خد أجازة واستريحي. هي دي القضية؟ أمال إيه القضية بس؟ أنت. أنا؟ إحنا. مالنا؟ كفاية بقى لف ودوران، كفاية. فوزية. لا لا يا سيام. هو ايه اللي لا؟ ايه الحكاية؟ انا لازم اعرف. حقيقي؟ طبعا. هتجاوب بصراحة فوزية؟ هتقدر تجاوب بصراحة يا سيام؟ ايه اللي انت عاوزاه يا فوزية؟ اقعد في المستشفى كام يوم. يريحك يا حبيبتي. حبيبتك؟ طبعا حبيبتي. طب ازاي؟ انا عايزه اقعد في المستشفى لحد ما ترسلك على بره وتشوف انت عايز ايه وعايز مين. وحد الله يا حاج. لا اله الا الله محمد رسول الله. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اي نعم. وكل عقدة وليها حلال. خد حل يا سعادة. اهدى اهدى كتير قوي يا شهيد. يا اخويا ولا كتير ولا حاجة بالهنا والشفا. اجيب لك حتة كنافة يا بابا؟ لا يا بنتي مش عايز. ايه رأيك يا حاج المسلسل ابتدى يشد السنة دي؟ ولا انت مش معايا؟ لا بس البنت المباركة سفرة دي مش عجباني يا حاج. انا مش عاجبك فيها دورها ولا هي الاثنين؟ لا لا يا حاجه، انا رايي يا حاجه ان الموضوع في المسلسل اهم حاجه. هو ده اللي همك؟ بصرف النظر عن تصرف البطل في المسلسل ده، لكن الموضوع شيق للغايه. ولا ايه رايك يا حاجه؟ ما تخلينا في اللي احنا فيه يا عبد المعبود. عداك العيب يا حاجه. انا رايي يعني
ادام سليم خد الخطوه العنيفه دي فلابد ان احنا فلابد يعني ان يكون ورا ده سبب ولازم نفهمه. ايه هو السبب ده يا عبد المعبود؟ يعني انا كاخ اكبر لزميله يهمني مصلحتها في المقام الاول حتى لو كانت غلطانه. غلطانه في ايه بقى يا بابا؟ ده حتى هي اسكت انت. حتى لو كانت غلطانه يا عبد المعبود. المشكله مش في خطا وقع منه ولا منها يا حاج. امال في ايه؟ مصارين البطنك تتعارك مع بعضيها. امال في ايه؟ في يمين شرعي وقع. اليمين وقع في ساعه غضب ما يتحسبش. ايه رايك في الكلام ده يا عبد المعبود؟ والله انا ليا راي خاص في الموضوع ده. ايه هو اللي إيه؟ ما تقوم يا شهيره تسيبين زبيده لوحدها يا حاجه. ايه هو؟ والله انا العشاء وجبت والتراويح بتاخد وقت. يعني مش هتقول لنا رايك في الفتوى دي يا عبد المعبود؟ انا يا حاجه استغفر الله. انا انت هتفضل قاعد كده هو يا عبد الحميد؟ طب يعني عايزين اعمل ايه؟ مش تشوف البنت اللي هتروح من ايدينا دي؟ ايوه قوم 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 يا حاج قوم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ربنا يجعل في ايديك الشفاء. بس يا زبيده مش معقول اللي انت بتعمليه في نفسك ده. هتموتي روحك الى جيل الموتى البعيد مطرح ما موجود. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. سيبينا لوحدنا يا شهيره. خدي جوزك وروحوا بقالكم كام يوم بعيد عن بيتكم. حاضر يا بابا حاضر. زبيدة انت زعلانة من اللي حصل ولا زعلانة من اللي انت فيه؟ يا ما حذرتك يا بنتي ويا ما نبهتك ما سمعتيش كلامي. تعالي يا زبيدة تعالي يا بنتي ده انا ابوك. تيجي نلعب حجة حجيجة وبيطلع. فاكرة يا زبيدة؟ يا ريت الزمن ما بيمشيش. يا ريت الو. مساء الخير يا طنط. انا صبري. اهلا بيكي. انا في الحقيقه كنت بتكلم علشان اطمن على تهاني. ايه هتفضل قاعده في البيت على طول ولا ايه؟ لا والله يا صبري اصلها تعبانه حبتين. طب مش كان الواجب برضو انك تيجي تطل عليها؟ لا بس انت وعدتني. هو بصراحة انا كان نفسي اعمل كده انما لا 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 ابدا انا جاي مسافة السكة. الو. مساء الخير يا ماما. أنا الحمد لله أنا بس كنت بطمن على زبيدة. إيه ده؟ للدرجة دي؟ ما أنا ياما قلت لها يا ماما ما صدقتنيش. لا أنا لغاية دلوقتي سليم معرفش هو فين. معلش يا ماما يمكن كده أحسن لغاية النفوس ما تهدى شوية. لا أنا والله مشغول يا ماما عندي شغل كتير مضايقني. والله متضايق يا ماما. فوزية؟ لا فوزية بخير الحمد لله. هي كمان مشغولة. تصور يا ماما بقالها كذا ليلة بتبات في المستشفى. لا إن شاء الله هبعدي. لا إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة ماما. أنا مش فاهمة فين المشاكل. واحد زميلك وصديقك زي انت ما بتقولي جاي يزورك ويطمن عليك. يا ماما انا ليا اسلوبي في حياتي. على عيني وعلى راسي. بس كنت عايزاني اقول لصبري ايه؟ اقول له لا ما تجيش تطمن على تهاني.
صبري مش ممكن يتجرأ ويعمل كده الا اذا حضرتك شجعتيه. دلوقتي الكلام لازمته ايه؟ صبري زمانه جاي. اهو وصل. افتحي يا تهاني، عيب توقفي صبري قدام الباب كده. مسائسا مسائسا